تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية والروحية وتحت شعار الموسيقى جسر التعايش، نظمت الجمعية يوما فنيا احتفاء باليوم العالمي للموسيقى. الحفل داره هذه السنين وحنا كنعملوه ماشي هذه السنة الأولى، هذه راهي السنة السادسة ولا السابعة تقريبا وحنا كنعملوه هذا اليوم العالمي للموسيقى، ولكن هذا العام هذا بحال حلة جديدة. أظن أن الإقبال المتزايد على هذا الحفل والتجاوب الكبير الذي شهدناه في المتلقين والحضور دليل على نجاح الحفل. نتمنى للجمعية دوام التألق ومزيد من الإبداعات الأخرى ومزيد من التظاهرات التي ستضيف حدثا آخر للأحداث الثقافية والفنية في مدينة طنجة. أبدع جوق المرحوم محمد العربي المرابط في عزف مقطوعات متنوعة بين الأندلسي والشمالي والروحي في جو متناغم، رحل بالحاضرين إلى زمن الفن الأصيل.